سنوات طويلة من الحرب في سوريا خلفت قتلاً ودماراً وتهجيراً، ولكن قضية المعتقلين والمختفين قسرياً قد تكون الغصة الكبرى في حياة السوريين. أكثر من 215 ألف معتقل منذ بداية الثورة السورية، وثق منها ما يقارب 141 ألف شخص بينهم نساء وأطفال. 87% من حصيلة الاعتقالات التعسفية يعتبر النظام السوري مسؤولاً عنها بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، والتي أصدرت تقريراً جديداً قبل أيام يوثق ما لا يقل عن 693 حالة اعتقال تعسفي في سوريا خلال آب الماضي فقط، و 66% من هذه الاعتقالات جرت على يد قوات النظام السوري. لا يمر يوم من دون تسجيل حالة اعتقال تعسفي، رغم أن بعض المطلوبين أجروا تسويات مع النظام بحسب تقرير الشبكة، ومعظم حوادث الاعتقال تتم دون مذكرة قضائية عن طريق نقاط التفتيش أو عمليات المداهمة، ومعظم المعتقلين يتحولون إلى مختفين قسرياً بعد أن يقطع الاتصال بين المعتقل وعالمه الخارجي بحسب المصدر السابق. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص أنه لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفياً، ولكن ماذا عن المعتقل السوري؟ أما آن الأوان ليقف العالم بمنظماته الحقوقية والإنسانية وقفة حق معه.